ممفيس شريكك في السفر. رحلات اسطنبول صيف 2020 مع ممفيس للسياحة. اختار ميعاد الرحلة اللي يناسبك واستمتع ببرنامج رحلة مميز. رحلتنا 8 أيام 7 ليالي. اليوم الأول هنسافر من القاهرة إلى اسطنبول على مصر للطيران، وعند الوصول هنقابل المشرف وهنتوجه بعدها إلى فندق كراون بلازا للتسكين، وباقي اليوم حر. اليوم الثاني هنعمل جولة بحرية في مضيق البسفور، وهنستمتع بمشاهدة أشهر القصور العثمانية. وبعد انتهاء الجولة هنتوجه إلى أوليفيوم مول لقضاء وقت حر في التسوق، ثم العودة إلى الفندق. في اليوم الثالث قضاء اليوم في رحلة اختيارية لمدينة بورصة الخضراء. وإمكانية ركوب التلفريك ثم تناول الغداء في جبل أولوداغ وسط الطبيعة. في اليوم الرابع بعد الفطار في الفندق هنقوم بعمل جولة اختيارية في بانوراما اسطنبول. وكمان هنزور حديقة مينيا تورك المليئة بالنماذج المصغرة لأشهر الأماكن السياحية داخل وخارج تركيا. وبعد كده هنزور أوتلت فينيسيا لقضاء وقت حر في التسوق. في اليوم الخامس بعد الفطار في الفندق عندنا رحلة اختيارية لزيارة جزر الأميرات. وبعد كده هنروح للسوق المصري للتسوق. وفي المساء رحلة اختيارية على مركب بالبسفور للتمتع بالعشاء وسط عروض الفلكلور التركي. في اليوم السادس عمل رحلة اختيارية في تل العرائس للاستمتاع بالمناظر الطبيعية الساحرة، وعمل جولة على ساحر بحيرة سابانجا مع إمكانية عمل رحلة سفاري وتناول الغداء وسط الأشجار. في اليوم السابع بعد تناول الفطار في الفندق عندنا يوم حر للاستمتاع بالمدينة والتسوق. في اليوم الثامن مغادرة الفندق والتوجه إلى المطار للعودة إلى القاهرة في أمان الله. اشترك الآن في قناتنا على اليوتيوب ليصلك أحدث الفيديوهات السياحية داخل وخارج مصر.